الصرح اللي احنا فيه ده مش بس مباني وأجهزة، ده حدودة حب وإنسانية جميلة جدا. وعشان كل طفل مريض بالسرطان يكون له مكان عندنا، لازم كلنا نحط إيدينا في إيدين بعض. الأرض دي مخصصة عشان نبني فيها 240 سرير. الحلم بقى حقيقة، وبإيدينا وإيديكوا الحلم هيكبر أكتر وأكتر. والحمد لله نسب الشفاء عندنا هنا قربت من نسب الشفاء العالمية، وكل يوم في أطفال بيتعالجوا ويخفوا ويرجعوا لحياتهم الطبيعية. العلم مش بس في الكتب والمعامل، العلم هنا لرعاية وعلاج أجمل أطفال.